experience, the people. ضربة أمريكية جديدة تطال مواقع حوثية، ومصادرة أسلحة متقدمة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين. أما أن يتم الادعاء بوجود مقاود الموساد الإسرائيلي، اطلعنا على المكان وتجولنا في كل زاوية من هذا البيت، وكل شيء يدل على أنه بيت. ضربة أربيل تفجر الخلاف بين طهران وبغداد. العراق يفند ادعاءات إيران ويعتبرها عدوانا صريحا. من جنوب غزة إلى جنوب لبنان، إسرائيل تكثف قصفها وتستهدف خلايا لحزب الله. This has been an incredible experience. The people have been. This is the third time we've won. But this is the ترامب biggest. المنتصر في آيوا يحشد في نيوهامشير، وبايدن يقر ترامب الأقوى بين الجمهوريين. مساء الخير. البداية من التطورات في البحر الأحمر، فقد نقلت رويترز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الجيش الأمريكي نفذ اليوم ضربة جديدة على صواريخ مضادة للسفن تابعة للحوثيين ردا على هجماتهم على السفن التجارية بالبحر الأحمر، وأشاروا إلى أن الضربات استهدفت 4 صواريخ مضادة للسفن. مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قال إن بلاده إضافة إلى دول أخرى اتخذت إجراء دفاعيا في منطقة البحر الأحمر لوقف الهجمات الحوثية على الملاحة البحرية، وأضاف في كلمة له خلال المنتدى الاقتصادي العالمي أن أمريكا تتطلع إلى الحد من انتشار الصراع واستقرار المنطقة. الأسبوع الماضي أمريكا والمملكة المتحدة وبدعم من عدة دول ضربنا عدة أهداف في اليمن التي استخدمها الحوثيون في هجماتهم. هذا الإجراء الدفاعي تبعه تعاون دولي دقيق والذي تترأسه أمريكا، بالإضافة إلى 40 دولة لوقف الهجمات الحوثية. نحن لا نتطلع إلى صراع في المنطقة، نحن نتطلع إلى الحد من انتشار الصراع. هدفنا الوصول إلى استقرار في المنطقة. وكالة أمبري البريطانية للأمن البحري كانت قد أفادت بأن سفينة شحن ترفع علم مالطا أصيبت بصاروخ أثناء عبورها جنوب البحر الأحمر. الوكالة أضافت أن السفينة تعرضت لأضرار محدودة ولا تزال صالحة للإبحار وتواصل رحلتها. إلى ذلك، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن إيقاف شركة النفط شل لجميع شحناتها عبر البحر الأحمر لأجل غير مسمى. الصحيفة أضافت أن وقف شحنات الشركة يأتي بسبب مخاوفها من تسرب نفطي هائل بسبب التصعيد بالبحر الأحمر، وأن الشركة ترى أن المخاطر بالبحر الأحمر تهدد سلامة السفن وأطقمها. هذا وانخفض عدد السفن التجارية التي تبحر عبر البحر الأحمر إلى أكثر من النصف منذ الشهر الماضي، وذلك عقب الضربات الأمريكية والبريطانية ضد أهداف الحوثيين في اليمن. ووفق بيانات موقع مارين ترافيك، للأيام الثلاثة التي تلت الهجوم الأمريكي الأول مرت 114 سفينة تجارية عبر مضيق باب المندب، علما بأن عدد السفن التي عبرت المضيق إلى حدود منتصف ديسمبر الماضي بلغ 270 سفينة.
إذن حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر تتراجع بعد الهجمات الحوثية والقصف الأمريكي البريطاني على أهداف للجماعة، فعدد السفن التجارية التي تبحر عبر البحر الأحمر انخفض إلى أكثر من النصف الشهر الماضي. وفقا لبيانات موقع مارين ترافيك للأيام الثلاثة التي تلت الهجوم الأمريكي الأول عقب الضربات الأمريكية البريطانية، مرت نحو 114 سفينة تجارية عبر مضيق باب المندب بما في ذلك ناقلات النفط، علما أن أكثر من 130 سفينة عبرت مضيق باب المندب خلال الفترة نفسها من الأسبوع السابق، مع الإشارة أيضا إلى أن عدد السفن المبحرة كان يصل إلى حدود 270 سفينة منتصف ديسمبر الماضي. هذا وتواصل العديد من شركات الملاحة تعليق عبورها عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، آخرها شركة NYK اليابانية، لتكون بذلك قد انضمت إلى شركات شحن كبرى مثل ميرسك وMCC وهاباج لويد. كما بدأت شركة صناعة السيارات الألمانية فولكسفاجن إعادة توجيه شحنات قطع غيار السيارات لمسار جديد يمر حول رأس الرجاء الصالحي في جنوب أفريقيا. ينضم إلينا حول هذا الموضوع من أثينا أستاذ إدارة الأزمات والنزاعات الدولية الدكتور عبد اللطيف درويش. أهلا بك معنا دكتور عبد اللطيف. يعني تغير بمسارات الملاحة البحرية، إذن التكاليف باهظة وتزيد، الأمر الذي سيؤثر على أسعار السلع، السلع الاستهلاكية. متى سنشعر بهذا الارتفاع هنا في منطقتنا العربية؟ وفعليا الحل العسكري، هذه الضربات التي تحدث، هل برأيك تزيد من احتماليات التصعيد أم تحل المشكلة؟ أنا أعتقد طبعا أننا في المنطقة الأوروبية على سبيل المثال لدينا ارتفاع في بعض المواد والسلع تقريبا 300% أو 350% نتيجة الحرب الأوكرانية، نتيجة انخفاض معدلات استهلاك، فقدان العملة الأوروبية لقدرتها الشرائية، أيضا ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة أيضا صعوبة الوصول إلى المواد الأولية والطاقة. لا ننسى أن الاتحاد الأوروبي تعتمد على طاقة المنطقة العربية. أما بالنسبة للمنطقة العربية، فالمنطقة العربية أيضا تعتمد على الكوميديتيز، السلع الرئيسية كالقمح وأيضا بعض السلع التكنولوجية و المواد الغذائية مستوردة من المنطقة الأوروبية أو مناطق أخرى من العالم من الصين وشبه ذلك. ونحن نتحدث عن أيضا ارتفاع أسعار السلع في المنطقة الأوروبية والمواد التكنولوجية. لا ننسى أن انخفاض على سبيل المثال دخول السفن في منطقة المضيق إلى 70% سفن الحاويات و 90% تقريبا سفن الدحرجة ما يسمى أو سفن السيارات كما أسلفتم في تقريركم، فبالتالي نحن أمام ارتفاع غير ما يعني ما متوقع في الأسعار. نحن في المنطقة الأوروبية في فصل الشتاء بحاجة إلى بترول للمنطقة والطاقة من المنطقة، خاصة أننا فقدنا مصدر الطاقة من روسيا، فبالتالي نعم. هناك مشكلة كبيرة في الاقتصاد العالمي. حتى أنه دكتور كان هناك ارتفاع بكلفة تأمين السفن التجارية، نتعرف على التفاصيل أكثر حول هذه الارتفاعات مع الزميلة محاسن حدارة. كيف تأثرت محاسن التأمينات؟ بالفعل راوية، تكلفة التأمين على السفن التجارية ارتفعت 10 أضعاف منذ هجمات الحوثي، سنستعرض معا أبرزها. تحدي جديد للتجارة العالمية بعد الارتفاع والصعود المتواصل لتكلفة التأمين ضد مخاطر الحرب على السفن التجارية التي تمر عبر البحر الأحمر. وفق رويترز، تكلفة التأمين على السفن التي تعبر البحر الأحمر قفزت مجددا هذا الأسبوع عقب هجمات الحوثي إلى 1% من قيمة السفينة، ويعد هذا الارتفاع زيادة حادة، أي تقريبا زيادة ب10 أضعاف. ويتم تحديد ما يسمى بالتأمين ضد مخاطر الحرب عموما كنسبة مئوية من قيمة السفينة خلال فترة إبحارها في المناطق الخطرة. ومع ارتفاع تكلفة التأمين قررت مجموعة كبيرة من الشركات
تجنب الإبحار عبر منطقة باب المندب وإبحار آلاف الأميال حول أفريقيا، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة مدة الإبحار وتأخر بطبيعة الحال وصول الشحنات، ما يزيد من خطر ارتفاع التضخم. وكانت شركات التأمين في لندن وسعت المناطق التي تصنف على أنها خطرة داخل البحر الأحمر في خطوة تصنيف إلى مساحة المنطقة التي يجب دفع رسوم تغطية حرب للعبور منها. وبلغة الأرقام مشاهدينا، القيمة التقريبية لحمولة الحاوية الواحدة تبلغ $50,000، وهذا يعني أن قيمة البضائع التي يتم تحويل مسارها تقارب $35 مليون بحسب خبراء اقتصاديين. عودة إليك راوية. شكرا لك محاسن. إذن من جديد دكتور عبد اللطيف، تصعيد مستمر إذن من الحوثيين وضربات أمريكية بريطانية بالمقابل، هل ترى ملامح لتطور هذا الصراع أكثر وأكثر؟ طبعا أنا في رأيي أن طريقة إدارة الصراع ليست صحيحة. هناك تفعيل للصراع واستفحال للصراع. إذا امتدت الأزمة مع إيران أيضا سيكون هناك مشكلة في مضيق هرمز، والذي هو أيضا حيوي جدا للتجارة العالمية وخاصة تجارة ما الذي تقصده بطريقة إدارة الصراع؟ أنا أعتقد أن القائمين على القرار الدولي والأمم المتحدة ضعيفة، الجامعة العربية ضعيفة، المنظمات الدولية ضعيفة، كما كانت منظمة الصحة ضعيفة في موضوع كوفيد. يجب علينا أن نجد طريقة للتعايش فيما بينها الشعوب، وأن تجد أيضا الدول الغربية، أن تقر الدول الغربية بأن تعطي وأن تتنازل للصين ودول أخرى عن حصة السوق. هذا صراع أقطاب، وأعتقد أن الدول الضعيفة الاقتصادية الضعيفة تدفع الثمن. يجب أن يكون هناك نظرة لحل للقضية الفلسطينية، تفعيل لقضايا تأسيس مؤسسات المساعدة، في تأسيس مؤسسات ديمقراطية في اليمن وفي مساعدة هذه الدولة، وأيضا هناك الصومال وهي أيضا دولة تعتمد على عملية القرصنة، العديد من نشاطات القرصنة قائمة نتيجة أيضا ضعف السلطات المركزية هناك. أعتقد يجب علينا أن نجلس وأن نتحاور وأن يكون هناك حل للأزمة، وإلا أننا سنصل إلى مرحلة لا يستطيع المستهلك أن يوفي بشراء يتمكن من شراء احتياجاته الرئيسية، ولن تتمكن الدول من يعني الدفع مستحقات ديونها، فبالتالي سنكون هناك أمام كارثة اقتصادية. يجب أن لا تكون هناك أنانية في عملية التعاطي مع الأزمات، والأزمات الرئيسية في العالم معروفة من ضمنها الأزمة الفلسطينية، ويجب إيجاد حل لهذه القضية، وإلا أننا أمام حالة صراع وصدام كبير لا ندري إذا كان يعني لا أعتقد أن الاقتصاد العالمي قادر على لك. مواجهة هذه الأزمة. الدكتور عبد اللطيف درويش من أثينا. هذا وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها ضبطت يوم الخميس الماضي مركبا كان بصدد نقل أسلحة إيرانية متقدمة وفتك إلى الحوثيين في اليمن. تفاصيل عن هذا المركب والأسلحة المصادرة مع وسام الذهبي. الأحداث تتلاحق في البحر الأحمر على خلفية هجمات الحوثيين ومحاولات الرد الغربية. فبعد العملية العسكرية الأمريكية الأخيرة على أهداف حوثية، واصلت واشنطن سعيها لإيقاف الهجمات الحوثية على البحر الأحمر. هذه المرة أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ضبط مركب يقل أسلحة إيرانية متجهة إلى الحوثيين في أول عملية ضبط منذ أن بدأ الحوثيون شن هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر. في باقي التفاصيل، تقول القيادة المركزية الأمريكية إنه تم رصد المركب الإيراني بالقرب من ساحل الصومال في مياه بحر العرب الدولية. وفيما يتعلق بأهم المعدات التي تمت مصادرتها، فكانت صاروخا باليستيا فضلا عن رؤوس حربية لصواريخ باليستية متوسطة المدى إلى جانب صواريخ كروز. أما التوقيت فكان في ليل الخميس الماضي، أي ليلة قبل تنفيذ الهجمات الأمريكية البريطانية الأولى على الحوثيين. ولا تزال أزمة البحر الأحمر تثير قلقا متزايدا لدى الدول الغربية، حيث انضمت فرنسا وإيطاليا إلى لائحة الدول الداعية إلى ضرورة مواجهة هذه الإشكالات. ورغم المحاولات الغربية الأخيرة
خلال إعادة الهدوء للبحر الأحمر، إلا أن الهجمات الحوثية تواصلت، حيث أعلنت البحرية البريطانية عن هجوم جديد على سفينة تحمل علم مالطا قبالة سواحل اليمن، ووقع الحادث على بعد 185 كيلومترا شمال غرب ميناء الصليف في اليمن. الأكثر من ذلك، كشفت مصادر يمنية وصول دفعة جديدة من الصواريخ الباليستية إلى الحديدة قادمة من صنعاء، وذلك رفقة خبراء من الحرس الثوري الإيراني. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. ضربة أربيل تفجر الخلاف بين طهران وبغداد. العراق يفند ادعاءات إيران ويعتبرها عدوانا صريحا. ولدينا أيضا الخارجية السودانية تجمد التعامل مع الإيجاد بشأن جهود وقف الحرب، وتتهم رئاسة المنظمة بارتكاب تجاوزات. أهلا بكم من جديد إلى العراق وتطورات القصف الإيراني على أربيل، حيث قال رئيس الوزراء محمد شيع السوداني إن هجمات الحرس الثوري الإيراني على أربيل تقوض العلاقة بين بغداد وطهران. وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، وصف السوداني الهجوم بأنه عمل عدواني واضح ضد العراق، مشيرا إلى أن حكومته تحتفظ بحقها في جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي تمنحها لها سيادتها. وقال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إن الادعاء الإيراني بشأن وجود مقر للموساد الإسرائيلي في أربيل باطل وغير صحيح، وأكد أن طهران لم تنسق مع بغداد قبل استهداف أربيل. نحن في ذهول كبير مما حصل من دون إخطاء الحكومة العراقية، من دون إعلام اللجنة الأمنية العليا بين البلدين، والاجتماعات دائما السيد رابع وزير الداخلية موجود، نتفق وقلنا لهم أي حادث أعلمونا وسنتخذ الإجراءات سوية. أما أن يتم الادعاء بوجود مقاول الموساد الإسرائيلي، اطلعنا على المكان وتجولنا في كل زاوية من هذا البيت، وكل شيء يدل على أنه بيت عائلي للسيد رجل الأعمال العراقي من أهالي أربيل. ينضم إلينا هنا في الاستوديو مسعود الفك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية للأخبار. أهلا بك سيد مسعود. شكرا. قبل أن نبدأ، دعنا نتعرف على هذه الضربة، تفاصيل أكثر حولها، وهي التي استهدفت هذه المرة مدنيين. إليك روان، ما تفاصيل هذا الاستهداف؟ نعم، بالفعل راوية، كافة الروايات الرسمية العراقية تؤكد أن الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري على مدينة أربيل استهدف منشآت مدنية وأسقط ضحايا مدنيين. قاسم الأعرجي مستشار الأمن الوطني أكد في تصريح رسمي أن المنزل الذي تم قصفه يعود لرجل أعمال مدني، وأن الادعاءات التي تتحدث عن استهداف مقر للموساد لا أساس لها من الصحة. نستمع. بوجود مقاول الموساد الإسرائيلي، اطلعنا على المكان وتجولنا في كل زاوية من هذا البيت، وكل شيء يدل على أنه بيت عائلي للسيد رجل الأعمال العراقي من أهالي أربيل. الموقف الرسمي العراقي يقابله موقف شعبي غاضب مماثل ورافض للرواية الإيرانية. هنا نشاهد لقطات واسعة للمنزل المتضرر وقطع الشظايا التي عثر عليها، والتي يؤكد شاهد عيان وصاحب المنزل المتضرر أن المنزل فيه مدنيون وتعود ملكيته لمدني، مستنكرا استهداف منزل عائلة آمنة. هناك عائلة في ذلك المنزل، وأعتقد أن العديد منهم قتلوا في الهجوم. قتل الرجل صاحب المنزل مع نساء وأطفال، وسقط في المنطقة ما يقرب من 6 صواريخ، فيما حلقت طائرات مسيرة في المنطقة. هذا ما رأيته. بينما تتوالى الإدانات الداخلية الرسمية والدولية، أكدت رئاسة إقليم كردستان أن مبرر الحرس الثوري الإيراني لا أساس له، وأنها فتحت تحقيقا بالتعاون مع الحكومة الاتحادية عبر فرقة خاصة وصلت لأربيل لكشف الحقائق ومنع هذه الهجمات.
شكرا لك روان. إذن أبدأ مع السيد مسعود الفك بتحليل هذه الضربة، يعني ما رسائل إيران من استهداف أربيل ولماذا لم تنسق مع بغداد؟ علينا ألا ننظر بما حدث في أربيل بمعزل عما حدث في سوريا وما حدث بعد ظهر اليوم في باكستان. إيران استهدفت ثلاث مناطق تقول بهذه الطريقة، في واقع الأمر أرادت تبعث الرسالة بأنها نفذت وعدها بالانتقام. الانتقام الأول لمقتل تفجير في مقتل قاسم سليماني، وقالت بأنها ضربت مواقع داعش في إدلب، لأن الاتهام في تفجير الذكرى السنوية لقاسم سليماني تقبلها داعش. والهجوم الثاني كان أيضا على اليوم بعد الظهر على موقع لجيش العدل البلوشي في على الأراضي الباكستانية. ولا ننسى بأن في 15 ديسمبر الماضي تعرضت مخفر للشرطة الإيرانية إلى هجوم من قبل جيش العدل وقتل 11 شخص. لذا هذا الانتقام أيضا ضمن هذا المثلث. والثالث هو انتقام لرضوي موسوي، في واقع قائد القوات الإيرانية في سوريا الذي اغتالته إسرائيل. ولكن لماذا هذه الصورة بإطار الانتقام الذي تتحدث عنه؟ هذه الصورة منتشرة بشوارع العاصمة طهران. ماذا عنها؟ هذه الصورة تتحدث بأن الرد القاسي بإذن الله. هذه العبارة استخدمها المرشد الأعلى عندما تم تفجير الذكرى الرابعة لمقتل قاسم سليماني، واليوم تم نشر هذه الصورة وخلفية الصورة نرى منطقة الهجوم الصاروخي في واقع الأمر موجودة، وتم تركيبها في أحد الممرات في الشوارع الكبيرة في طهران. ووكالة أنباء إيران الرسمية هي التي نشرت هذه الصورة على مواقع التواصل وعلى مواقعها. هنا من خلال ضرب هذا البيت كما تقول السلطات العراقية الكردستانية والسلطات المركزية، إنه كان بيت لرجل الأعمال العراقي بيشرو ديزي. ولكن إيران بما أنها تريد أن تنتقم أيضا من إسرائيل، ففي روايتها تقول بأن هذا البيت كان مقرا للموساد. هنا في واقع الأمر إيران تريد تقول بأنها نفذت هذا الانتقام القاسي بضربها جيش العدل في باكستان، بضرب داعش في سوريا، وبضرب إسرائيل في كردستان العراق. رئيس حكومة إقليم كردستان سيد مسعود عبر عن دهشته من استهداف إيران لمناطق في محافظة أربيل وقتل أيضا مدنيين، مشيرا إلى أن الادعاءات التي أطلقتها إيران لا أساس لها من الصحة. نستمع. ما يثير الدهشة هو أننا لسنا جزءا من هذا الصراع، ولا نعرف لماذا تنتقم إيران من المدنيين في كردستان خاصة في أربيل. ليس لدينا أي عداء تجاه أي من الجيران خاصة إيران. في السنوات القليلة الماضية كانت هناك هجمات أخرى أيضا ضد كردستان، لا نعرف ما هي الأسباب، لكن كل الادعاءات التي أطلقوها لا أساس لها من الصحة. ونأمل أن تتخذ الحكومة الاتحادية في العراق والمجتمع الدولي كافة الإجراءات اللازمة لوقف تكرار هذه الهجمات في المستقبل. إذن سيد مسعود، بعد هذا الاستهداف، استهداف أربيل، هل دخلت إيران بصورة مباشرة في هذا الصراع الذي قالت مرارا لا نريد أن يتوسع؟ لا أعتقد إيران بإمكانها أن تخرج عن هذا الإطار. في واقع الأمر هذه العمليات التي قامت بها إيران نتيجة الضغوط التي الضغط الأخلاقي عليها بخصوص الحرب في غزة، إنها لم تخرج عن قواعد الاشتباك بخصوص حرب غزة.
بقيت ملتزمة بقواعد الاشتباك، ولكن الآن بهذه العملية الثلاثية في واقع الأمر إيران نرى وسائلها الإعلامية تحاول تسليط الضوء على الأمر بأنها استطاعت أن تقف بوجه تحقق إسرائيل إنجاز. واستطاعت أن تحقق إنجاز وما شابه ذلك، ولكن باعتقادي الأمر ليس كبيرا إلى هذه الدرجة التي يعني إيران هي تريد تقوله. أن تسوقه في الداخل على أنه إنجاز. نعم. وانتقام. نعم. شكرا جزيلا لك سيد مسعود الفك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية للأخبار. شكرا لك. إحنا مواطنين عايشين بمدينة أربيل، مدينة التأخس والسلام، بعيدا عن كل المشاكل اللي تمر بين إيران وأمريكا وإيران وإسرائيل. إذا عندك مشاكل إيران ويا أمريكا روح اضرب أمريكا، مو تجي تضرب الأراضي العراقية. إحنا هنا كنا نعيش بأخوة بعيدين عن المشاكل، نعيش بسلام بيناتنا، سواء كردي أو عربي أو مسيحي، كلنا نعتبر أرض كردستان وأرض العراق أرض مقدسة بالنسبة لنا. ما نقبل أي شخص يتعدى على هاي الأراضي. ما حدث البارحة واليوم من هجمات صاروخية ضد الأطفال والعائلات الأبرياء، وهذه الصورة تعبر عن ما حدث. يجب أن يتدخل العالم أجمع والدول العظمى ضد هذه الهجمات. عشرات السنين ونحن ضحية، قالوا علينا إرهابيين، قالوا علينا عملاء، قالوا علينا جاسوس، قالوا علينا مرتدين، عصاد، مخربين، عشرات الأسامي قالوا علينا. لماذا؟ احنا نجب أن نستنكر هذا الاعتداء على كردستان، هاي واحدة. وثانيا نوجه رسالتنا إلى الحكومة العراقية، لماذا لم تستجيب لهذا الحدث؟ هاي مو الأول مرة، هاي ثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة، هاي خامس مرة يقصفون كردستان. إلى غزة، واليوم الثاني بعد المئة للحرب الإسرائيلية على القطاع، شنت طائرات الجيش الإسرائيلي قصفا عنيفا تركز على شمال وجنوب القطاع وسط اشتباكات عنيفة تدور في محاور الجنوب، فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة عن مقتل 185 فلسطينيا وإصابة 320 آخرين في الهجمات الإسرائيلية على القطاع خلال 24 ساعة الماضية. وأوضح أشرف القدرة أن عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية ارتفع إلى نحو 24,300 منذ بدء الحرب. ونشر الجيش الإسرائيلي مقاطع مصورة تظهر انسحاب الفرقة 36 العسكرية وتضم اللواء جولاني. ورصد محللون عدد من الأسباب لهذا الانسحاب المفاجئ، نتعرف عليه في التقرير التالي. هل هي خدعة أم حقيقة؟ بعد 100 يوم من الحرب على غزة، الجيش الإسرائيلي ينشر هذه المشاهد لانسحاب الفرقة 36 وتضم اللواء جولاني وفرقة مدرعات ودبابات، وتعد واحدة من أصل أربع فرق زجت بها إسرائيل في الحرب. وعملياً بقيت في غزة ثلاث فرق من الجيش، هي 99 و162 والفرقة 98 وفقاً لإذاعة الجيش الإسرائيلي. مشاهد فتحت الباب أمام تساؤلات وتكهنات عديدة، خاصة وأنها جاءت على خلاف الخطط العسكرية التي أعلنت عنها إسرائيل. لكن لوسائل الإعلام الإسرائيلية رأي آخر، مشيرة إلى أن القوات بحاجة لالتقاط أنفاسها لزيادة كفاءتها. محللون رصدوا في هذا الانسحاب رؤى مختلفة، منهم من وجد فيها خطوة لتخفيف غضب ذوي المحتجزين لدى حماس بعد أن أعلنت الأخيرة أن عدداً كبيراً منهم قتل خلال الغارات، وربما في الأمر رسالة عسكرية مفادها أن القوات تمضي إلى مواقع جديدة كالجبهة الشمالية المتوترة أو الضفة مثلاً. من جهة أخرى، هناك الضغط الأمريكي على تل أبيب الذي بدأت تزيد حدته والمطالب بتخفيف العمليات العسكرية. تغيير واضح في مواقف الحلفاء انعكس على لهجة وزير الدفاع الإسرائيلي، فلأول مرة يتحدث عن الدبلوماسية في مؤتمره الصحفي قائلاً: نهاية الحرب يجب أن تكون مصحوبة بالدبلوماسية، ويجب ترك قيادة غزة للفلسطينيين.
أكثر من 100 يوم مرت على حرب حصدت حياة أكثر من 24 ألف شخص، ولا يزال الغزيون ينتظرون بادرة أمل تخفف معاناتهم. رفح السعد، العربية. وينضم إلينا من مونتانا مايك ميلروي، النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط. أهلا بك معنا. بالنسبة لقرار إسرائيل سحب الفرقة 36 من غزة، وهو يعتبر نقطة محورية في هذه الحرب، كيف تصفونه؟ كيف تحللونه عسكريا ولوجستيا سيد مايك؟ هل نتحدث عن هدف التقاط الأنفس والمضي بإجراءات جديدة عسكرية؟ أنا سعيد أن أنضم إليكم مجددا وإلى مشاهديكم. أعتقد أن هناك عدة أسباب لذلك. أولا، الولايات المتحدة ضغطت بقوة من أجل انتقال الجيش الإسرائيلي من القتال المكثف إلى عمليات خاصة تركز على الاستخبارات، وأعتقد هذا أولا سيسمح للقوات القتالية التقليدية بالانسحاب، وهذا طبعا يسمح أيضا لهذه القوات بأن تلتقط الأنفاس وتعيد الحصول على الأسلحة مجددا وزيادة قواتها، ويمكن هذه القوات أن تعود إلى غزة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو الانتقال إلى الجبهة الشمالية في حال نشب أي صراع بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وهذا للأسف لا ترغب الولايات المتحدة في رؤيته، ولكن يبدو أن ذلك سوف يحدث إذا لم ينسحب حزب الله إلى الخط المتفق عليه في جنوب لبنان، وهذان هما السببان لهذا التحرك. حتى أنه أحد وزراء نتنياهو المقربين منه، نتحدث عن وزير الأمن القومي إتمار بن غفير، اعتبر بأنه هذا القرار هو خطأ فادح وخطير وسيكلف إسرائيل أرواحا. أنتقل إلى ما قاله جيك سوليفان، قال إنه لا يمكن لغزة أن تستخدم مرة أخرى في المستقبل كمنصة للإرهاب. نستمع إليه وأعود إليك. الولايات المتحدة تواصل العمل مع بقية دول العالم لضمان الإفراج عن الرهائن، وأن يحصل الشعب الفلسطيني على الغذاء والماء والدواء والأمن الذي يحتاجه كبشرة. نعمل يوميا للتفكير بشأن المستقبل بعد الصراع، مستقبل لا يمكن لغزة أن تستخدم مرة أخرى كمنصة للإرهاب. يمكن لسكان غزة أن يعيشوا بسلام ويكون للفلسطينيين دولتهم وللإسرائيليين أمنهم. سيد مايك، ما الذي نفهمه من كلام جيك سوليفان عن مستقبل غزة بالنسبة للجانب الأمريكي، وما جدوى أو إلى متى ستستمر الولايات المتحدة في دعمها لإسرائيل ولهذه الحرب؟ أعتقد حقا أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى المستقبل، ويمكن أن يتمخض عن انتهاء العمليات العسكرية، وهذا برأيي ما تريد الولايات المتحدة رؤيته بأسرع ما يمكن خلال ذلك الوقت. ومن الواضح بناء على تصريحات بلينكن وسوليفان فإن الولايات المتحدة ترغب في رؤية المزيد من المساعدات الإنسانية تدخل إلى قطاع غزة، كأن يكون هناك المزيد من نقاط العبور وليس فقط معبرين في الجنوب. وطبعا هذه المعابر يمكن أن تستخدم بعد انتهاء القتال. الولايات المتحدة تريد رؤية إدخال مزيد من المساعدات إلى غزة، ونتحدث أيضا عن مساعي إعادة الإعمار في قطاع غزة، وستحتاج إلى مليارات الدولارات، وهذا سيتطلب الكثير من البلدان في العالم تمول هذه المساعي. ثم هناك أيضا إذن المسار الدبلوماسي السياسي لا يمكن أن يفضي إلى حل يتسم بوجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب، وهذا يتطلب وجود حكومة في غزة لا يكون لديها أي أهداف بشأن قتال إسرائيل، وإنما تركز أكثر على
رفاه الفلسطينيين الذين يعيشون هناك، وتتطلع إلى مستقبل شعب يعيش إلى جانب إسرائيل في كنف السلام. شكرا جزيلا لك السيد مايك ميلروي، النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط. إذن أكثر من 100 يوم على بدء حرب غزة، نستعرضها لكم مع أبرز محطاتها وأحداثها في التقرير التالي. السابع من أكتوبر، هجوم نفذته حركة حماس على إسرائيل تجاوزت فيه سورها المحصنة. التاسع من أكتوبر، فرضت إسرائيل حصاراً شاملاً على غزة شمل منع دخول الغذاء والماء والدواء والوقود والكهرباء. الثالث عشر من أكتوبر، إسرائيل تطالب أكثر من 1,000,000 شخص من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليوناً بترك منازلهم والاتجاه جنوباً. السابع عشر من أكتوبر، مجزرة المستشفى المعمداني والغارة الجوية على مدرسة أونروا أسفرت عن حصيلة جسيمة من القتلى والمصابين. الحادي والعشرون من أكتوبر، سمح بدخول 20 شاحنة فقط من المساعدات الطبية عبر معبر رفح. السابع والعشرون من أكتوبر، إسرائيل ردت على هجوم حماس بقصف جوي ومدفعي عنيف، وباشرت هجومها البري على القطاع. الحادي والثلاثون من أكتوبر، غارات جوية إسرائيلية تستهدف مخيم جباليا للاجئين المكتظ بالسكان. الأول من نوفمبر، بدء الإجلاء من غزة عبر معبر رفح وعبور نحو 7,000 شخص. من الثالث عشر إلى الخامس عشر من نوفمبر، الدبابات الإسرائيلية تتوغل صوب مستشفى الشفاء وتقتحمه وتبدأ عمليات تمشيط بداخله. العاشر من ديسمبر، شدد الجيش الإسرائيلي قبضته على جنوب غزة وشقت الدبابات طريقها إلى وسط خان يونس قلب أكبر مدن القطاع. في الثامن عشر من ديسمبر، استهداف إسرائيلي لمبنى الولادة في مجمع ناصر الطبي في خان يونس. الثالث والعشرون من ديسمبر، إسرائيل طالبت أهالي مخيم البريج بالإخلاء والتوجه لدير البلح. الثامن من يناير، القوات الإسرائيلية تستهدف مخيم دير البلح، تنفذ أحزمة نارية في حي المنارة بجنوب قطاع غزة. تلتها بيومين غارة إسرائيلية على مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح. شمال غزة بات غير صالح للعيش بواقع 60% من المباني بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية، ونحو 56,000 مبنى في قطاع غزة بكامله دمرت جزئيا أو كليا. أعلنت الخارجية السودانية وقف الانخراط وتجميد التعامل مع منظمة الإيجاد بشأن الأزمة في السودان لتجاوزاتها بإقحام الوضع السوداني ضمن جدول أعمال القمة الاستثنائية القادمة والمقرر عقدها في أوغندا دون التشاور مع السودان. كما وصفت الخارجية السودانية دعوة الإيجاد لقائد قوات الدعم السريع للمشاركة بالقمة بالسابقة الخطيرة في تاريخها، معتبرة ذلك انتهاكا لمواثيق المنظمة. وتستمر المجتمعات المحلية في السودان في تقديم الغذاء لأعداد كبيرة من النازحين، لكنها دون الحاجة للأعداد المتزايدة التي قدمت إلى ولايات سودانية آمنة. ويعيش النازحون بطبيعة الحال أوضاعا صعبة بعد نزوحهم أكثر من مرة منذ بدء الحرب في 15 إبريل الماضي، في وقت اعتبرت فيه الأمم المتحدة أن نزوح 7 ملايين سوداني هو الأكبر في العالم. تداعيات ما يحدث في ولاية الجزيرة بعد انسحاب الجيش السوداني واستلام قوات الدعم السريع للعاصمة مدني وما جاورها من مدن وقرى لا تزال مستمرة، ففضلا عن تدهور الأوضاع في نواحيها المختلفة لا تزال أعداد النازحين في ازدياد تجاه ولاية سنار وكذلك ولايات شرقي السودان القضارف وكسلة وبنسبة أقل البحر الأحمر. الأمم المتحدة التي كشفت عن إحصائية 7 ملايين نازح وصفت ما يجري بأنه أكبر حالة نزوح في العالم. السلطات المحلية حولت المدارس إلى دور إيواء، فيما قدمت المجتمعات المحلية الغذاء وبعض الاحتياجات الأخرى. ورغم ذلك يعيش النازحون أوضاعاً صعبة.
النازحون الذين فروا من منازلهم يتحسرون على ما فقدوا من أموال وممتلكات، ويعانون من توفيق أوضاعهم الحالية، ويخشون المستقبل المجهول. فحتى دعوات الدعم السريع للمواطنين بالعودة إلى منازلهم وتقديمه وعوداً بعدم الاعتداء عليهم لم تفلح حتى الآن في إقناعهم بالعودة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. ترامب المنتصر في أيوا يحشد في نيو هامشير، وبايدن يقر ترامب الأقوى بين الجمهوريين. أهلا بكم. في نتيجة استثنائية فاز الرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية آيوا بأكثر من 50% من الأصوات. ماذا يعني فوز ترامب الساحق بولاية آيوا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري؟ روان حمزة تجيب عن هذا التساؤل. الرئيس السابق دونالد ترامب فعلها نصف ساعة فقط، أظهرت فوزه بفارق شاسع على أبرز منافسيه في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية آيوا، حيث حصل ترامب على 51.1% بفارق كبير عن حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس الذي حل ثانيا بنحو 21.2%. دي سانتيس تقدم بفارق ضئيل عن المركز الثالث لنيكي هيلي الحاكمة السابقة لولاية ساوث كارولينا بنحو 19.1%. هذه النتيجة عاكست ما توقعته شبكتا CNN وCBS بأن يهزم الرئيس السابق في أيوا، لتصف CNN ما حدث في أيوا بالاستعراض المذهل لقوة عودة ترامب. الأمر الآخر الذي لفت الانتباه إلى فوز ترامب هو تمكنه من كسب أصوات الناخبين رغم عزوفه عن حضور المناظرات الحزبية لولاية أيوا، ما يعكس مدى تمسك الجمهوريين في ولاية أيوا بترامب رغم حملته الانتخابية غير العادية وعدم تأثره بالقائمة الطويلة من الملاحقات القضائية والتي توقع الديمقراطيون أن تكون حجر عثرة بطريق ترامب السياسي. تبقى الأنظار على نتائج الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في المحطة القادمة ولاية نيو هامشير الأسبوع المقبل، حيث تواصل منافسته الرئيسية نيكي هيلي حملتها الانتخابية القوية وقلصت الفارق بينها وبين ترامب بواقع 32% لهيلي مقابل 39% لترامب. أما رون دي سانتيس فأرقامه أقل منها في نيو هامشير مقابل نتائجه في أيوا متخلفا عنهما بفارق كبير، فنسبة تأييده بلغت 5% فقط. إذن ستبقى نيو هامشير علامة فارقة قد تكشف أن كان بإمكان منافسي ترامب إيقاف موجة نجاحاته بعد فوز أيوا أم أن طريقه ممهدة بالفعل لعودة جديدة للبيت الأبيض. وينضم إلينا من أيوا حسين الطود مراسل العربية. أهلا بك معنا حسين. يعني بعد أيوا تتجه الأنظار إلى نيو هامشير التي يطل منها دونالد ترامب بعد قرابة الساعتين، ما الحسابات في هذه الولاية بعد النتيجة طبعا الساحقة التي حققها؟ الحسابات تشير أيضا إلى تقدم دونالد ترامب هناك، ولكن بفارق بسيط عن نيكي هيلي التي تلاحقه في هذه الولاية. طبعا رون دي سانتيس بعيد جدا عنهما، لهذا السبب اليوم تحدثت نيكي هيلي وقالت بأنها تعتبر أن المنافسة على ترشيح الحزب الجمهوري هي بينها وبين دونالد ترامب، هي ليست خائفة من رون دي سانتيس. وحتى بالنسبة لساوث كارولينا التي ستأتي بعد ذلك، هي ترى بأنها المنافسة هناك ستكون بينها وبين ترامب، هي تقول بأنها هي الوحيدة التي تصعد أرقامها في استطلاعات الرأي. ولكن ما جرى البارحة يعطي زخما كبيرا لدونالد ترامب ليذهب إلى نيو هامشير، هي رسالة للناخبين في نيو هامشير بأنه قوي وقد يعيد الكرة هناك أيضا. ولكن في المقابل نيكي هيلي تعتمد في نيو هامشير على أصوات الجمهوريين المستقلين وعلى أصوات المعتدلين والليبراليين، وهي أصوات كثيرة في نيو هامشير على عكس آيوا. لهذا يمكن
يمكن بحسب بعض الخبراء أن تستطيع نيكي أن تحقق شيئا ما هناك في نيو هامشير لكبح جماح حملة ترامب التي فاز يعني جعلته يفوز بنسبة كبيرة تاريخية في أيوا. هناك أمنيات من قبل معارضيه في الحزب الجمهوري وحتى من قبل الديمقراطيين بأن تستطيع نيكي أن تحقق شيئا في نيو هامشير، لأنه إذا فاز ترامب بنيو هامشير بنسبة كبيرة كما حصل فعندئذ هو سيكون قد استطاع أن يضمن إلى حد كبير ترشيح الحزب الجمهوري. يبقى له بعد ذلك ساوث كارولينا، وهناك أيضا الاستطلاعات تشير إلى تقدمه وتفوقه فيها. يعني ترامب سيكون قد ضمن تقريبا ترشيح الحزب الجمهوري قبل 5 مارس الثلاثاء الكبير، وقبل أيضا 4 مارس موعد أحدى محاكماته. عندها سيستطيع أن يقول بأن هذه المحاكمات هي ملاحقات سياسية له وتدخل في الانتخابات، ستعزز هذه الفوز سيعزز هذه المقولة عند دونالد ترامب. لذلك نلاحظ الآن نعم. أن مناوئي دونالد ترامب يحاولون قدر الإمكان تجميع قوتهم من أجل مواجهته في نيو هامشير. شكرا جزيلا لك من آيوة حسين الطود مراسل عربية. فاز منذ قليل منتخب السعودية على سلطنة عمان 2-1 ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة في كأس آسيا الجارية أحداثها في قطر. وسجل صلاح اليحيائي هدف عمان من ركلة جزاء في الدقيقة 14. جواد غريب أدرك التعادل للمنتخب السعودي قبل 12 دقيقة من صافرة النهاية، وجاء ثاني أهداف المنتخب السعودي في الوقت بدل الضائع عبر لاعبه علي البليهي لينال أول 3 نقاط له في المجموعة ويتساوى في الصدارة مع منتخب تايلند. وحول هذه المباراة والأجواء من الدوحة ينضم إلينا مفد العربية فهد الشهري. فهد أهلا بك، مبروك بالبداية، أنقل لنا أجواء الفرحة من عندك. ووصل عدد الحضور الجماهيري لهذه المباراة إلى 41,987 متفرج. إذن نشاهد فرحة المنتخب. نعم يبدو أن لدينا مشكلة بالصوت. الجمهور السعودي خارج ملعب. أنا قلت ترك الدفاع. السلام طبعا ولمنتخب المملكة العربية السعودية يتقدم. تفضل فهد أنا أسمعك. إذن يعني مبروك للمنتخب السعودي، نشاهد المزيد من صور المباراة والأهداف تباعا. إذن حقق المنتخب السعودي في هذه المباراة الصعبة. أمس كان معنا لاعب سعودي سابق وتحدث عن صعوبة وقوة منتخب عمان، ولكن يبدو أن المنتخب السعودي استطاع أن يحقق فوزا كبيرا بـ2. نشاهد إذن تحقيق والأهداف والجماهير الفرحة جدا. أكرر بأن عدد الحضور الجماهيري في هذه المباراة استثنائي وهو الأكبر منذ بداية هذه المنافسات، 41,987 متفرج. إلى أوكرانيا، حيث أعلن رئيس بلدية مدينة فارونينش في روسيا عن حالة الطوارئ بعد هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على المدينة. الهجوم أسفر عن تضرر مبان عدة واندلاع حريق وإصابة طفلة بحسب سلطات المدينة. وقالت القوات المسلحة الأوكرانية إنها دمرت طائرة روسية من طراز A-50 في منطقة بحر أزوف الواقعة تحت السيطرة الروسية بشكل كامل. الطائرة تعتبر إحدى القطع الحربية المهمة في الحرب الروسية الأوكرانية. تقرير. عندما تقلع هذه الطائرة تصبح عشرات الأهداف وعلى بعد مئات الكيلومترات تحت رحمة قدراتها. برييف A-50 إحدى عمالقة الجو الروسية، طائرة الفطر وصياد المسيرات،
تقول كييف إنها اصطادتها. بحسب القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، فإن القوات الجوية الأوكرانية دمرت الطائرة إضافة لطائرة مراقبة فوق بحر آزوف الذي تسيطر عليه روسيا بشكل كامل، أمر يزيد من مرارة الخسارة إن صدقت الرواية الأوكرانية. الطائرة التي دخلت الخدمة نهاية الحقبة السوفيتية ضمت روسيا الطراز الحديث منها A-50U العام الفائت. تعتبر A-50 وحدة كبيرة للإنذار المبكر والتحكم محمولة جواً بقيمة تصل إلى 330 مليون دولار. يمكن للطائرة مراقبة أهداف جوية على مسافة 400 ميل وأهداف أرضية على بعد 180 ميلاً، كما يمكنها تتبع حوالي 300 هدف أرضي أو 40 هدفاً جوياً في وقت واحد، حيث زادت الحاجة إليها بعد لجوء كييف إلى الهجوم بالطائرات المسيرة. موسكو لم تعلق على الأنباء ولم تنفها أيضاً، كما لم تفصح كييف عن طريقة تدمير الطائرة الروسية، وإن كان وفقاً لمدونين روس سيشكل ذلك خسارة فادحة للقوات الجوية الروسية لكون عددها في الخدمة محدود. رائد المصطفى، العربية. نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. ضربة أمريكية جديدة تطال مواقع حوثية ومصادرة أسلحة متقدمة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين. يتم الادعاء بوجود مقاول الموساد الإسرائيلي. ضربة أربيل تفجر الخلاف بين طهران وبغداد. العراق يفند ادعاءات إيران ويعتبرها عدوانا صريحا. من جنوب غزة إلى جنوب لبنان، إسرائيل تكثف قصفها وتستهدف خلايا لحزب الله. ترامب المنتصر في آيوا يحشد في نيو هامشير، وبايدن يقر ترامب الأقوى بين الجمهوريين. العربية دوت نت للمزيد من الأخبار والتحليلات. إلى اللقاء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.